ناخذ الان انالوج سيجنال، راح ناخذ سيجنال اف تي رح ناخذ سيجنال اف اوف تي، واذا بدك خليها في البدايه نعتبرها انه لها قيم في كل مكان. هاي هون عندي تايم زيرو، رح اقرر انه عندي تايم سامبلينج تايم كابيتال تي، رح يكون هذا هون تي، هذا 2 تي، رح نعمل سامبلينج لهاي السيجنال على هاي الاوقات اللي موجوده هون. اني اخذت الهاي وهذه الفاليو تبعت هاي السيجنال راح تكون هذه اف اوف كابيتال تي، وهاي راح تكون اف اوف 2 كابيتال تي، وهون اف اوف 3 كابيتال تي الى اخره، وهون هذول كلهم. فانا هون عملت سامبلينج لهذول، فاحنا هون عملنا ديسكريتايزيشن ان تايم اللي عملناه هون، وراح اخذ كمان اف اوف ماينس تي اذا بدك. هون f of 0 0 t، هاي هون f of minus capital t الى اخره، هي هون. فكاني اخذت السيجنال وضربتها كل لحظه من اللحظات بدلتا، مظبوط؟ لكن الدلتا هاي لازم يبدا ينعمل لها شيفتنج ان تايم. الدلتاز اللي هون ديليد ولا ادفانسد؟ هذه ديليد ان تايم، لانه الزمن كيف عم بيمشي الزمن عندي؟ هاي الحاضر وهذا صار المستقبل، مش هيك؟ فهذا صار في المستقبل، فهو كانه ديليد، هاي ديليد فيرجن. فكانه الدلتا فانكشن اللي موجوده هون هي دلتا تي ماينس كابيتال تي، مظبوط؟ هذا شيفت ان تايم، مظبوط؟ الماينس تي ايش؟ ديلي ولا ادفانس؟ ديلي، يعني تي بدها تصير سمول تي بدها تصير مساويه لكابيتال تي حتى هاي ترجع تصير كانها دلتا اوف زيرو، مظبوط؟ الكل متفق على هاي الفكره؟ أنا إذا عندي هون، إذا الإمبلس كانت هون بتكون دلتا تي، إذا الإمبلس كانت هون بتكون دلتا تي ماينس تي هون، وإذا دلتا تي كانت هون راح تكون دلتا تي بلس تي نوت، وهذا تي نوت. أوكي مظبوط؟ الشيفت إن تايم دومين إيش بقابله باللابلاس ترانسفورم بالفريكونسي دومين؟ بايش بضرب؟ اكسبوننشال اللي هو اي تو ذا ماينس تي اس مثلا، اي تو ذا ماينس 2 تي اس، اي تو ذا ماينس 3 تي اس الى اخره. فصار عندي اذا عملت ديلي بكابيتال تي بصير عندي هي كاني ضارب اللابلاس ترانسفورم. شو اللابلاس ترانسفورم تبع دلتا تي؟ فعندي دلتا تي، فاللابلاس ترانسفورم تبع دلتا تي راح يكون واحد، اللابلاس ترانسفورم تبع دلتا تي ماينس كابيتال تي يساوي اي تو ذا ماينس تي اس، اللابلاس ترانسفورم تبع تي ماينس 2 تي يساوي اي تو ذا ماينس 2 تي اس، وان جنرال عندي لامدا ماينس ان تي e to the minus nt، مظبوط هيك؟ فاحنا ضربنا السيجنال هاي ضربناها رح نضربها بهدول الدلتاز في القيمه اللي كانت موجوده، هلا f of t لاحظوا انه constant هو قيمه الفانكشن f of t لما الزمن كان كابيتال t، وقيمه الفانكشن f of t لما الزمن كان 2t 3t 4t وحتى كمان minus 1t minus 2t minus 3t. الاوقات اللي بينهم ما بتهمني، مش راح اعملها، ما راح اطلع عليها وما راح اقراها، وحتى يكون السامبلينج تبعي صحيح ايش لازم التزم؟ نايكوست كرايتيريا. شو بتقول النايكوست كرايتيريا؟ ايش قال نايكوست؟ لازم تكون السامبلينج فريكونسي ضعف اعلى فريكونسي موجوده في الفريكونسي كونتنت تبع السيجنال الاصليه، عشان اضمن اني لما اعمل انفرس، لما ارد اعمل ريكونستراكشن للسيجنال ما اضيع شيء من الكومبوننتس الاصليه، اوكي؟ مش مساويه، ضعف الماكسيمم فريكونسي الموجوده بالسيجنال.
إذا نحن هون عملنا sampling للسيجنال وأخذنا هذول ضربنا كل واحدة من هذول بالدلتا فانكشن اللي موجودة عند هذيك اللحظة، فالسيجنال هلا الجديدة السامبل سيجنال F star راح نسميها F star of T. فالسيجنال اللي عملنا لها sampling راح نسميها F star of T. وخلينا أفترض إنه F of T بتساوي 0 for T أقل من 0. راح نفترض انه هون فيش عندي سيجنال لهاي، فراح تساوي هلا هون تكون f of 0 لدلتا t زائد f of capital T لامدا t minus capital T زائد f of 2t لامدا t minus 2t زائد f of 3t لامدا t minus 3 capital T لامدا او f of n capital T بشكل عام لامدا T minus n capital T. هاي السيجنال الجديدة وهاي راح نسميها F star of F star of T هي sample. F star of T is seconds. فكل T second أخذنا sample من هاي السيجنال، فتكونت عندي السيجنال الجديدة اللي هي F star of T اللي بتساوي قيمتها at 0 قيمتها at 1T 2T 3T وضاعت منا المعلومات. هلا إذا أنا ملتزم بالنايكويست كرايتيريا ما ضاع مني معلومات كتير، إذا التزمت في النايكويست كرايتيريا معناها ما عندي مشكلة، لأنما أرد أعيد أعمل reconstruction للسيجنال مرة تانية من هدول السامبلز ما مفروض يضيع عندي معلومات. لكن لو ما التزمت من نايكويست كرايتيريا ممكن يرجع عندي سيجنال ملهاش علاقه بالسيجنال الاصليه اللي عملت لها سامبلينج، لاني اخترت سامبلينج تايم غير مناسب لهي السيجنال. كيف بعرف انه مناسب وغير مناسب لهي السيجنال؟ ايش لازم اكون عندي؟